في سنة 2004 أنا سافرت لبريطانيا عشان أعمل كمحاضر في جامعة شيفيلد هالام. كالعادة، وما أعتقدش إن أنا كنت الوحيد في الصدمة الحضارية والصدمة المهنية اللي حصلت، إن دايما بتقعد تقارن ما بين إيه اللي كان موجود لما كنت في مصر وإيه اللي موجود في الدولة الجديدة اللي أنت سافرت لها. فكان عندي حاجة من الاتنين، يا إما إن أنا keep comparing between these two things، أو إن أنا يبقى في حاجة فعلية أعملها بحيث إن أنا فعلا يحصل تغيير. بدأت أفكر إزاي ممكن التغيير ده يحصل حتى ولو على سكيل صغير جدا. فبدأت إن أنا أدعو حد من الزملاء اللي كان معايا في الجامعة إن هو يجي ويقدم ولو محاضرة صغيرة عن مبدأ مهم في مجال العلاج الطبيعي، اللي هو مبدأ ماكنزي ثيرابي. كانت بداية صعبة جدا، رغم إن هي كانت سمول وركشوب، لكن الفيدباك والإقبال الشديد على حضور الوركشوب دي كان دافع ان انا اكمل. ووجود مجموعه من الفولنتيرز المؤمنين بفكره التغيير، وان لازم المهنه يكون فيها نوع من الحركه بعد فتره الركود الطويله اللي كانت موجوده، والمناهج اللي بتتكرر ونفس الافكار اللي موجوده، وجودهم معايا ومساعدتهم وايمانهم بالفكره دي خلى برايم فيزيو توصل للوضع اللي هي فيه دلوقتي. لتحقيق التغيير محتاجين ناس يكونوا مؤمنين بأهميته، وإن هم يكون عندهم أهداف واضحة ليه التغيير ده مهم، وإزاي إن هم يحققوا التغيير دوت عن طريق العمل المستمر والجهد الدائم. كان المهم يكون في أهداف واضحة نشتغل عليها، وهي اللي تحدد الطريق اللي احنا هنمشي فيه. الأهداف كانت الآتي: أول شيء إن احنا زي ما قلت في حالة الركود اللي كانت موجودة، إن احنا نقدم كل المبادئ العلاج والتقييم اللي موجودة انترناشنالي. واستغليت اطلاعي على ايه اللي بيحصل مثلا في بلد زي انجلترا، او احتكاكي مع خبرات من بلدان مختلفة زي استراليا وزي امريكا، ان احنا نحدد بالظبط ايه هي الكونسبت اللي احنا عاوزين نقدمها، اللي كان منها مثلا ماكنزي، موليجان، بوباث، نيورو ديفلوبمنت تكنيك، سيريكس، اند تو ماني اذر كونسبتس. المبدا الثاني او الهدف الثاني، ان احنا ازاي نحول طريقه تفكير الزملاء ان هو الكلينيكال براكتس نوت جاست اباوت وان سبيسيفيك كونسبت. فبدانا نقدم اللي بنقول عليه انتجريتد تيتشنج، اللي هو اول ذيس كونسبت توجذر ان انتجريتد اند لوجيكال واي. وده كان في صوره المانوال ثيرابي دبلوما اللي كان اسمها برايم فيزيو مانوال ثيرابي دبلوما، والان اسمها الاورثوبيديك مانوال ثيرابي سيرتيفيكت، او سواء نيورو ريهاب بروجرامز، او سواء كارديوفاسكولار ريهابيليتيشن بروجرامز. الهدف الثالث هو ان احنا يبقى عندنا اكتفاء ذاتي. ويعني ايه كلمه اكتفاء ذاتي؟ ان احنا مش لفتره طويله هنقدر نعتمد او هنظل نعتمد على المحاضرين الاجانب، مع العلم ان وجود لوكال اكسبرتيز من الزملاء اعتقد بيكون عندهم القدره اكتر ان هم يوصلوا الرساله لعلمهم، لدرايتهم العاليه بايه الظروف المحيطه بينا، سواء الاديوكيشن باك جراوند او الكلينيكال كالتشر اللي موجوده، او حتى البيشنت كالتشر. وده اللي بدانا فعلا، ان احنا في كل بلد بيكون فيها اكتيفيتيز لبرايم فيزيو، ان احنا بنحاول ان احنا نحضر كادر من الاكسبيرينسد او الموتيفيتد او السكيلد تيوترز ان هم يكملوا المهمه بتاعتنا. اعتقد حاله الحركه دي لا تقدر بثمن، لان احنا بنتكلم ان ده التغيير خلاص بدا، and it will keep going ان شاء الله forever. احد الظواهر، وانا اقدر اسميها ظواهر، في اخر 12 سنه من بدايه وجود برايم فيزيو لغايه دلوقتي، هو ان فعلا لو انت مؤمن بالحاجه اللي انت بتعملها هتلاقي ان في ناس كتيره زيك بيحاولوا يساعدوا وبيحاولوا يحققوا التغيير دوت. وانا هنا لازم اقول ان بدون مساعده too many international organizations او too many organizations حتى locally في البلاد اللي احنا كنا بنعمل activities فيها، ما كناش نقدر نوصل للمرحله اللي احنا فيها دلوقتي. وانا بحب ان انا اشكر كل واحد كان ليه دور في ان برايم فيزيو يحصل لها expansion ويحصل لها development over the years.